بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقات الماضية قد تحدثنا في بعض من سلسلة أو جزء من سلسلة مكملة لبعضها في دعاوى الأسرة. تحدثنا عن نفقة الزوجية ونفقة الصغار ونفقة الأقارب، واليوم بإذن الله سنتطرق إلى موضوع في منتهى الخطورة وتقريبا هو المحور الأساسي للعلاقة الزوجية والمشكلة اللي بتبقى قدام المحكمة، اللي هو إيه؟ موضوع التطليق. إحنا عندنا لازم نبقى بنوضح ما بين حاجتين اتنين، الطلاق والتطليق، عشان نقدر نقيم الموقف بتاع الإنسان أو الشخص أو الزوجة اللي بتلجأ للمحكمة. لابد تقييم بين موقفين، الطلاق والتطليق. الطلاق بيتم بالإرادة الفردية بعيدا عن المحكمة، يا إما بالإرادة الفردية للزوج بطلاق الزوجة غيابيا، أو بالاتفاق سويا في مجلس بيتم عقده بين الأسرتين لتحديد حقوقها وكتابتها في ورق نقنن أوضاع الطلاق، ولكن بالطريق الودي بعيدا عن المحكمة. ده طريق الطلاق، طلاق غير التطليق. التطليق ده بيتم عن طريق المحكمة، عن طريق الالتجاء للمحكمة إذا فشلت المفاوضات أو الطريق الودي، يلجأ للمحكمة زي أي مشكلة قضائية، إذا فشلت المفاوضات الودية فيها بنلجأ للمحكمة. زي مثلا إيه؟ بيحدد يعني لو في الطلاق الودي بيحدد النفقة بتاع، لو في أولاد بيحدد نفقتهم قد إيه ويكتب إقرار بيها بأنه ملتزم بسداد نفقة شهرية قدرها كذا 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 ابتداء من تاريخ كذا لأبناء الصغار من زوجتي فلان وفلان. وإذا كان بيحدد زيادة للنفقة بيقول إن على أن تزيد النفقة بنسبة كذا أو بمبلغ كذا كل عام، فبيكتب إقرار بالنفقة. بيبقى له تاني في الناحية التانية الحقوق الشخصية بتاع الزوجة، زي نفقة العدة، زي المتعة، زي مؤخر الصداق، ودي حقوق لا تستحق إلا في حالة الطلاق، فبيتفق عليها. وفي غالب أو في أغلب الأحوال لما بيكون الطلاق على المائدة الودية أو بالطريقة الودية بيتم التنازل كلا الطرفين للآخر عن بعض من حقوقه لإنهاء النزاع وديا دون اللجوء للمحكمة. يعني ممكن الزوجة تتنازل عن نفقة العدة أو تتنازل عن جزء من مؤخر الصداق، حاجة من هذا القبيل بتحدد موقف الزوج والزوجة من بعض بالطريق الودي وحقوق كل منهما قبل الآخر بالطريق الودي وبورق مكتوب بيتم تحريره ويعتمد. وممكن يلجأ الطرفين بالطريق الودي ده كمان إنهم يقننوا اتفاقهم ده عن طريق مكتب تسوية الأسرة، بيقدموا بيه طلب تسوية في الأسرة وبيعتمد هذا الاتفاق عن طريق مكتب تسوية الأسرة، وممكن يستخرجوا بيه شهادة رسمي ومختومة بالتسوية تفيد تقنين الاتفاق الذي تم بينهم وبين بعض، زي ما يكون بنعمل دعوة إثبات حالة أو دعوة صحة توقيع للاتفاقات دي، ولكن تقنين الوضع عن طريق مكتب تسوية الأسرة اللي في دائرته الزوجة، اللي هو إذا رفعت الدعوة بتلجأ له. ده بالطريق الودي بيتم الاتفاق على كل شيء وتقنينه ورقيا، ويجوز أيضا إثباته بمكتب تسوية الأسرة واستخراج شهادة رسمي بما تم الاتفاق وتقنينه بين الطرفين وديا. ده في حالة الطلاق، سواء بالإرادة المنفردة للزوج تم الطلاق، أو إذا تم الاتفاق بين الطرفين على تسوية كل النزاعات المتعلقة بالعلاقة الزوجية والطلاق، تسوية كل النزاعات وديا عن طريق مكتب تسوية الأسرة بورق مكتوب، سواء نفقة الصغار أو حقوق الزوج زي ما شرحت. نيجي ننتقل بقى للإشكالية بتاع العلاقة الزوجية، وهي التطليق.
والتطليق ده مش هنقدر نستوفاه في حلقة واحدة، لأن الحلقة ما تقدرش يضيق الوقت ده، لأن هنعمله سلسلة حلقات في موضوع التطليق، لأن هنعمل التطليق حسب سببه اللي بتلجأ به الزوجة للمحكمة، هنعمل لها حلقة، كل سبب هنعمل له حلقة عشان نوضح الجزئية الشائكة ما بين كل سبب وسبب. ليه؟ لأن كل زوجة تعرف حقوقها وطريقة استخدامها في موضوع التطليق وأسلوب الاتجاه للمحكمة وتحديد السبب اللي هتقدمه للمحكمة للتطليق، سواء كان للضرر أو الزواج من أخرى أو أسباب كتيرة جدا هنحددها في كل حلقة من سلسلة حلقات التطليق. أتمنى أن احنا نركز في كل المعلومات اللي أنا بقولها، وخصوصا إذا كان بيتابعني زوجات من اللي عندهم مشاكل زوجية أو أزواج نفس الحكاية، يبقى كل واحد من الطرفين بيعرف حقوقه وواجباته، ما له من حقوق وما عليه من الالتزامات قبل الطرف الآخر، ويبتدي يظبط أموره ويقنن وضعه على الكلام اللي احنا بنقوله، ويبقى فاهم الأمور دي حتى لما بيلجأ لمحاميه وهو فاهم بيريح نفسه وبيريح محاميه. فموضوع التطليق بمفهومه زي ما كنا بنتكلم في مفهوم دعوة المدني والكلام ده، كل دعوة مفهومها ايه، يعني ايه المقصود بيها، طب عايزينها في ايه، برضو موضوع التطليق مفهومه التفريق بين الزوجين، فصل العلاقة الزوجية، انهاء التواجد الزوجي بينهم، مفيش علاقة زوجية بين الاتنين، ده التطليق، تفريق بين الاتنين وفصل العلاقة الزوجية، وبيكون ده طبعا عن طريق المحكمة وحسب ما بتلجأ الزوجة بالسبب اللي هي بتستند له للمحكمة، وبيتحط في صحيفة الدعوة بوضوح، وإذا كان في مستند دل عليه يرفق في ملف الدعوة عشان يحدد ان السبب ده ثابت رسمي وان من حق الزوجة طلب التطليق بناء على السبب ده. ولما بتقدم الأسباب بتاعتها في صحيفة الدعوة اللي هي بيحررها محامية، طبعا المحكمة لها رؤيتها في تقييم السبب، وهل هي من حقها موضوعا ولا هي بتبالغ في وصفها للسبب اللي هي بتستند له، ولا هي بتحط أسباب وهمية، أو قد تكون لديها هي شخصية مشكلة وبتحط المشكلة دي سبب وعائق في العلاقة الزوجية اللي بتطلب بناء عليه الطلاق. كل الأحداث دي بتدور في ساحات المحاكم، وقد تكون الزوجة عندها مشكلة نفسية وبتطلب الطلاق بناء على المشكلة دي، لأن هي متخيلة شكل العلاقة غير اللي هي عايشاه، وبتعيش في تسطير أوهام مش موجودة، سواء متجنية على زوجها بهذه الأوهام أو متجنية على نفسها بأنها عايشة في حياة غير الحياة الواقعية اللي احنا عايشين فيها. وده سبب كبير من مشاكل الزوجية، ان الزوجة فاهمة انها عايشة في المدينة الفاضلة بدون مشاكل وبدون اي امور تنغص على حياتها. كل طبعا الكلام ده مش صحيح، لان الحياة بحلوها بمرها بنعيشها، ولو ما دقناش مرها مش هنستطعم حلاوتها. ده بملخص الحياة كده الزوجية. وزي ما قلت بتتنوع دعوة التطليق بناء على السبب اللي بتستند إليه الزوجة في ذلك، وحنوضح ده زي ما قلت في عدة حلقات تحدد وصف التطليق وأسبابه والحكم اللي بيصدر بناء على السبب والطعن عليه بالاستئناف. كان زمان، أنا أحكي لكم جزئية بسيطة، كان زمان وأنا حضرت طبعا الزمن ده، كان يجوز الطعن بالنقض في أحكام الأسرة، فكانت بتحصل إشكالية خطيرة جدا في أحكام الأسرة، لأن بتبقى زوجة حصلت على حكم طلاق ابتدائي واستئنافي وطعن عليه الزوج بالنقض، واعتمدت على الحكم الاستئنافي وراحت اتجوزت من شخص آخر والحكم ما زال ليس باتا، والطعن بالنقض قبل واترفض الحكم أو اتلغى الحكم
اللي هي استندت له واتجوزت، بتصبح زوجه لزوجين في وقت واحد، الزوج اللي اتطلقت منه بحكم المحكمه والزوج اللي اتجوزته وهي ما زال حكمها ليس باتا. ده دي في اشكاليه الطلاق. لا، ده في اشكاليات تانية كتيره، ولذلك القانون في تعديلاته الاخيره لما لغى النقض على الاحكام دي كان اصاب في هذا التعديل، وذلك لتحديد مواقف العلاقة الزوجية اللي ما ينفعش ولا يصح انها تكون معلقة في خطوط شائكة زي الزواج من زوجين في وقت واحد دون علمها بالاحداث والاضرار اللي هتحصل للأسرة. طبعا انا زي ما قلت انا عشت الظروف دي وعملت طعون في احكام اسرة وغيري من الزملاء، كل الحاجات دي احنا عاصرناها على حسب سننا 35-36 سنة في مهنة المحاماة، عصرنا كل شيء بمساوئه وكل شيء بحلو وبمره. احنا هنبدأ في طرح عشان نبدأ في تحديد أسباب الطلاق اللي تستند لها الزوجة، هنبدأ في طرح ذلك عبر نصوص القانون ونتناولها بشرح الدعاوى وكيفية نظر الدعوة ذاتها أمام المحكمة وكيفية صدور الحكم والطعن عليه بالاستئناف، حتى نصل إلى الهدف الذي دائما نؤكد عليه في حلقاتنا وفي مفهوم ما نشرح وما نتناول في دعوانا. بين قوسين لازم نفهم، لازم نعرف الدعوة دي مفهومها إيه، ولازم نفهم الإغراء ده بيتم ليه عشان نفهم الحكم صدر ليه. ده بخلاف يعني انا بقول لازم نفهم، يعني المحامي بين قوسين لازم يفهم، والقاضي بين قوسين لازم يفهم، وسكرتير الجلسه لازم يفهم، والموكلين المتقاضين لازم يفهموا. ليه؟ لان لو سقط الفهم في اي من عناصر التقاضي يبقى معادله العداله فيها خلل، يبقى لازم يصدر الحكم غير متوافق او لا يصادف الحقيقه، ويبقى الطرف المضرور من الحكم بيطعن عليه. وعشان كده قلنا ان التقاضي يتعامل على درجات لتفادي الاخطاء، لان القاضي شخص طبيعي وانسان معرض للخطأ ومعرض لكل شيء زيه زي اي انسان، فعشان كده اتعملت درجات التقاضي للطعن على احكام اول درجة المتضرر من الحكم يطعن عليه لتصحيحه حسب رؤيته امام المحكمة الاستئنافية. التطليق في حكم المادة 6 من القانون 100 لسنة 85 من قانون الأحوال الشخصية بيقول إيه؟ إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها، إضرار الزوج بها يعني الزوج أضرها بأضرار لا تستطيع دوام العشرة بينهم، يجوز لها أنها تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي بحكمين وقضى على الوجه المبين في المادة 7 و8 و9 و10 و11 المواد المكملة لها، اللي هي المواد دي في موجزها بتلخص وبتوضح عمل الحكمين اللي المحكمة بتندبهم لمناقشة الزوجين في ظروفهم وأسباب دعواهم بطلب التفريق أو التطليق. فالمحكمة بتبعث بالحكمين دول عشان تشوف وجهاتهم ايه ورأيهم ايه، عشان المحكمة طبعا ما بتنتقلش للبيوت ولا بتروح تناقش الزوجين. اهم حاجة حسب ما قالت المادة 7 من القانون، قالت ايه؟ ان يكون الحكمين عادلين، حكمين يتصفوا بالعدل من اهل الزوجين ان امكن، عشان يكونوا مقربين الى الاسرة وعارفين زي ما بنقول كده دهاليز ومشاكل الاسرة اللي بيعاني منها الزوجين وعايشينها. عشان كده يبقوا حكمين عادلين ليه؟ لانهم عايشين الظروف ويحكموا بيها.
وإن كان مفيش من الأسرتين، أسرة الزوج والزوجة، حكمين من العدل يعني، حكمين عدلين، فيشوفوا حكمين من غيرهم، حكمين من الناس المشهود لهم بالعدل وبالصفات السامحة في القيام بالفصل في مشاكل الناس اللي هم بتوع المجالس العرفية دول، يحاولوا الإصلاح ما بينهم. ده المادة 7 بتقول كده. طب المادة 8 اللي هي برضو قالت عليها المادة 6 ان يكون على الوجه ده، المادة 8 قالت ايه؟ يشمل قرار بحث الحكمين على تاريخ وبدء وانتهاء مأموريتهم على الا تتجاوز 6 أشهر. يعني المحكمة بتحدد للحكمين مدة يشتغلوا فيها ويدعوا تقرير المحكمة بالإحداثيات بتاع مشكلة اللي مرفوع بسببها الطلاق على ألا تزيد المدة دي عن 6 أشهر. طبعا في خلال المدة دي الدعوة بتؤجل باستمرار لحين أن يضع الحكمين تقريرهم بخصوص العلاقة وطريقة الحل أو سبب المشكلة وحلها من وجهة نظرهم إيه، وبيضعوا تقرير ملخص بالقصة دي. ولكن في ضغوط أحكام الأسرة في الوقت الحالي وتعديلات الحديثة، فأصبح عمل الحكمين لا يستغرق أكثر من 2 أسبوع أو 1 شهر على أقصى تقدير. ولكن بيجوز للمحكمة برضو أنها تمد المهلة ل3 أشهر تانيين إذا هم قالوا في تقريرهم ومتفقين على مبدأ الحكمين، إذا قالوا في تقريرهم إن هم محتاجين وقت إضافي لإصلاح ذات البين للم شمل الأسرة، إذا أمكن المحكمة بتمد لهم مدة تانية. ننتقل بعد كده المادة 9 لما قالت إيه؟ لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم. يعني ممكن الحكمين يبعتوا للطرفين عشان يقعدوا معاهم ويواجهوهم ببعض مشاكلهم عشان يحلوها، يوم واحد منهم ما يجيش، ده ما يبطلش عمل الحكمين. لا، هم يمارسوا عملهم من وجهة نظر، يسمعوا الطرف التاني ومن وجهة نظر الطرف التاني يعرفوا أسباب الشقاق بين الزوجين ايه، وبيبذلوا أقصى جهد الإصلاح ما بينهم بأي طريقة ممكن. ننتقل بعد كده ايه اللي وصلتنا له المادة 10، عجز الحكمين عن الاصلاح. خلاص السكة بقت مقفولة وعجزوا عن الاصلاح بين الزوجين او عن اصلاح ذات البين. عندنا في الحالة دي 4 نقاط هنتكلم فيهم. اذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوج، الحكمين بيقترحوا التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء. يعني الزوج مفتري والزوج مش كويس وما لا يصلح العشرة معاه، فبيقترح على المحكمة التطليق طلقة بائنة دون المساس بشيء. يعني كل حاجتها تاخدها بطلقة بائنة وكل حقوقها تاخدها، لأن الزوج هو المتجني وهو الطرف اللي بيضر بالزوجة وهي ما فيش أي مشاكل من ناحيتها، وتاخد كل حقوقها المترتبة عن الزواج وعن الطلاق، سواء كان في فترة بينية من نفقة زوجية أو منقطع عن دفع أو الإنفاق لها أو لعيالها، أو بعد الطلاق العدة والمتعة والمؤخر وأجر حضانة ومسكن وكل الحقوق اللي هي إيه بتستوجب بعد الطلاق. البند الثاني، إذا كانت الإساءة، الافتراضات دي بينظرها المحكمين، الأولاني إذا كان الإساءة كاملة من جانب الزوج، الثاني بقى إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، العكس إذا كانت هي بقى اللي مفترية ومش كويسة وإنسانة مش سوية، فبيقترحوا التطليق نظير بدل مناسب، يعني يخلصوا بيه الموضوع بين الزوجين. شوفوا إيه، حاجة بسيطة كده أو التزام تلتزم بيه الزوجة، حاجة من هذا القبيل حسب ما الحكمين بيروا في حل المشكلة. البند الثالث، إذا كانت الإساءة مشتركة بين الاثنين، يعني أول بند الزوج مفتري وهو اللي الإساءة كاملة من ناحيته، البند الثاني العكس الزوجة مفترية والإساءة كاملة من ناحيتها، البند الثالث هما مشتركين، يعني الاثنين من الآخر كده نفس المستوى
في الاساءه ونفس المستوى في القلق اللي عاملينه في حياتهم الزوجيه ونفس المستوى الاخلاقي ونفس كل شيء. الاثنين زي بعض في ميزان واحد. فبيقترح التطليق دون بدل، يعني ما ياخدوش ايه، ما ياخدوش اي حاجة من بعض، كل واحد ياخد بعضه ويروح لحاله، لان الاتنين زي بعض او اوحش من بعض. ما ينفعش العشرة ما بينهم كل واحد ياخد اللي له ويتكل على الله وياخد شنطته ويمشي. يبقى التطليق يبقى بان كل واحد بياخد بعضه ويمشي، ينفصل عن التاني باعتبار ان العلاقة لم تكن. الحالة الرابعة والأخيرة اللي بينظر لها الحكمين، لو ما اتضحش من القعدة مع الزوجين والمناقشة معاهم وتداول المشاكل بينهم والكلام ده، ما عرفوش يوصلوا لأي حاجة، بياخدوا نفس قرار الحالة اللي فاتت. الحالة التالتة انه برضو نفس الحكاية، الاتنين تايهين من الحكمين ومحدش عارف يحدد موقفه من التاني، يبقى ايه العشرة بينهم تستحيل، يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله وبدون ما ياخد حاجة من التاني. طب خلصنا وصلنا للنقطة دي والاربع نقاط اللي الحكمين بيحددوا فيهم مستوى العلاقة بين الزوجين، والتطليق يبقى ازاي، والمقابل المادي بينهم يبقى ازاي، والحقوق بتبقى بينهم ازاي. هنخش بقى على بعد كده على ايه، طب ايه التقرير بقى، زي ما المادة 11 قالت عليه، قالت على الحكمين ان يرفعوا تقريرهم للمحكمة مشتمل على الاسباب اللي بني عليها، ولو ما اتفقوش يبقى لابد يكون في واحد فاصل من اهل الخبرة في هذه الامور. ممكن يكون الحكمين واحد قال كلام والتاني قال كلام والاتنين ما اتفقوش على رأي، يبقى لازم في رأي فاصل ما بينهم. وبيحلفوا اليمين وبيتكلموا الكلام ده قدام المحكمة حسب ما قلنا قبل كده. وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد صارت المحكمة في الإثبات، يعني المحكمة تتداول الدعوة أمام المحكمة كأي دعوة عادية خالص، والمحكمة تشوف رؤيتها إيه وتقييمها إيه للموقف، وتحاول من ناحيتها بالتوفيق بين الزوجين حتى حماية الأسرة من موضوع أو من مشروع الطلاق أو التطليق، بتحاول الإصلاح ما بينهم المحكمة بمعرفتها. وإذا لم يتم الإصلاح أو لم يتفق أو لم يقبل عرض الصلح اللي عرضته المحكمة، بتقوم المحكمة بالتطليق بينهم طلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجية المالية كلها أو بعضها، والزمت بالتعويض المناسب إن كان له مقتضى. يعني إيه؟ يعني المحكمة لما تعرض وتشوف الموقف ما بينهم واستحالة واحتكم الأمر، خلاص بتفصل ما بينهم، ولكن في تقديرها هي شايفة من مناقشة الزوجين أو من التحقيق في الدعوة أو من الإجراءات اللي المحكمة بتجريها في إثبات الدعوة وإثبات حقوق الطرفين، شافت إن طرف متجني على التاني وإن في طرف له حقوق مهضومة مش عارف ياخدها، بتقديره بها المحكمة. ولذلك فرض القانون في المادة 11 مقرر عدة بيانات بيقول بيكتبها في الوثيقة، والبيانات دي هتكون مشروع للحلقة اللي جاية، ان هو ايه بيثبت كافة بيانات حالته الاجتماعية في الوثيقة. فاذا كان له زوجات او زوجة اخرى لابد من تحرير كل بياناتها وتاريخ العلاقة وبدأها وكل شيء. ليه؟ لان بالتالي المأذون اللي بيكتب له بناء على اقرار الزوج بيخطر الزوجة الاولى ان زوجها تزوج عليها، عشان بيحق لها بعد كده في خلال مدة حددها القانون ان هي تعترض على الزواج باخرى، وانها ما تستمرش في علاقة الزوجية دي وتطلب التطليق للزواج من اخرى، لزواج زوجها من اخرى، ولكن
بمدة محددة حددها القانون حتى لا تظل العلاقات مفتوحة وتظل العلاقات الزوجية مهددة، لابد لها أن يكون ذلك في خلال 30 يوم من إخطارها بالعلاقة الزوجية الجديدة، وأن يكون ذلك في خلال سنة من تاريخ علمها بزواجه بزوجة أخرى، لأن لو عدت السنة كاملة وما اتخذتش أي إجراء بيعتبر حقها سقط في الاعتراض على زواجه من زوجة أخرى، ويحق للزوج استمرار العلاقتين دون اعتراض من الزوجة الأولى أو دون تدخل منها. يبقى معناها إنها قبلت إن هي تكون ضرة أو زوجة تانية أو يكون لها زوجة عليها من لزوجها. ده تلخيص للرؤية اللي بنتكلم فيها في موضوع الطلاق أو التطليق، وهنتطرق للأسباب بعد كده سواء الضرر أو الزواج من أخرى أو السجن أو حاجات كتيرة قوي أسباب للتطليق وانفصال العلاقة الزوجية، هنتحدث عليها في حين في حلقات أخرى إن شاء الله. أعزائي، أرجو أن أكون قد وفقت في هذا التمهيد لسلسلة حلقات التطليق، وأنتظر ردودكم وآراءكم واستفساراتكم، واشتركوا في قناتنا أنت محامي، وراجعوا حلقاتنا بخصوص النفقات وبخصوص حقوق الزوجة والأبناء وحقوق الأقارب وكل شيء في من هذا القبيل، راجعوا حلقاتنا هتستفيدوا منها جيدا، وهتعرفوا ازاي وصلتوا للحلقة اللي احنا فيها، لانها مسلسل حلقات مرتبطة ببعضها لا تنفصل، كارتباط العلاقة الزوجية واستمرارها او انفصالها حسب الاحوال. واتمنى ان اكون قد ارضيت ابنائي الاعزاء من شباب المحامين في وضع تفسيرات بسيطة لمقدمة حلقات الطلاق. يعني أتمنى أن أنا أشوفكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.